إذن كل شيء على ما يرام. الآن ننتظر رد فعل سليمي خبير في شؤون صباط وتقاشر العمامرة. ماذا سيقول؟ هل سيقول أن هذه الصور وهذه الزيارة قديمة عندها سنوات؟ أم يقول أنهم غلطوني ويعتذر؟ أم يصر إلحاحا على كذبه وافترائه وتغليطه لنفسه وللرأي العام المغربي، لأن الجزائر يعرفه. سؤال ثاني نطرح السؤال هذا الخطر على سكان قصر المرادية، لأنه هو قال باللي الهجوم حدث في قصر المرادية، ما قالش في زيرالدا، علما وأن تبون في زيرالدا في المرادية مش في قصر المرادية، مش في زيرالدا، يعني يتنقل لكن أكثر الوقت يكون في المرادية. إذا في المرادية هجوم مسلح ورصاص، خلونا نسألوا الجيران يجمع في المرادية، خاطش لو كان زيرالدا نقول شوية معزولة، منطقة معزولة بعيدة على السكان، جاية بعيدة على البحر وكذا، ولا بعيدة على ممكن، لكن المرادية راهي في قلب العاصمة والسكان دايرين، العمارات تحيط بقصر رئاسي، يعني كي كرطوشة مش كرطوشة، محيرقة كي تطرطق يسمعوها. هذا سليمي لا يهضر باللي الدنيا واخذة والنار شاعلة وكذا، ما وراهم جماعة الآخر ما عطاوناش خبر، أصلا نشوفوا واش كاش ما آخر الأخبار، إيه ما عطاوناش خبر أستي، واش هذا الفيلم هذا ما فهمناش. الحاجة الأخرى اللي هي دوختني أنا بصراحة وما قرقشت لي مخي، أنه هذا الدكتور سليمي الغبي يقول أنه هناك تحالف ما بين جماعة التوفيق مع جماعة القايد صالح للانقلاب على شنقريحة وتبون، يعني ماذا بغل، ما يعرفش الـ 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 يعني ما يعرفش كيما يقول لك الناس، ما يعرفش التركيبة نتاع السياسة والبوليتيك تاع ريكشبيكش في الجزائر كيفاه، يعني جماعة التوفيق، لنفترض ان جماعة التوفيق كاينين، حتى وان ما كاينش جماعة التوفيق، احنا ما عندناش في الجزائر جماعة التوفيق، جماعة شنقريحة، جماعة القايد صالح، ما عندناش عندنا منهم يؤمنون بأفكار ومواقف القيادة العسكرية ومن يعارضون القيادة العسكرية. القيادة العسكرية الغبية الخائنة كنا نعارضها، أنا واحد من الناس كنت ضد القيادة العسكرية الغبية الجاهلة الخائنة والعميلة. هذا لا يعني أنني ضد المؤسسة العسكرية، لا، ضد القيادة التي كانت تقود بغباء وخيانة وغدر والمتمثلة في رموز معروفة، وسيدي أبو عزة، كمال كانيش، لشخم، عبد الحميد غريس، قرميط بونويرة، وهذا وكاين جماعة راهم في السجن، ربي يطلق سراحهم. لأنه دائما أقول أنه حتى ونكون أنا قاسي وواجهت وحاربت وكنت شديد القسوة مع هذه القيادة القديمة قيادة 2019، ولكن بكل صراحة لم أكن أريد أو أتمنى لهم السجن. السجن يعني بصراحة بالنسبة لي أنا ما هوش حل، بالنسبة لي يكفي أن تضع واحد مثل لشخم اللي هو بصراحة تواطأ وتورط في مهازل وكوارث بل وجرائم ضد المصلحة العليا للوطن. من أكبر الجرائم التي ارتكبها لشخم أنه فخخ الدولة الجزائرية بتجهيزات تصنت ومراقبة وتجهيزات تكنولوجية مشكوك في أمرها، جاية من الضفة الأخرى، تعرفوا منين هذا الأمر، هذا خطير، يدخل في خانة الخيانة، يدخل في خانة تهديد الأمن القومي. لكن رغم كل هذا أقول أنه مكانه ليس السجن، مكانه إقامة جبرية، منعه من ممارسة أي نشاط، منعه من الاختلاط بالمحيط الخارجي، فقط إعطاء حرية للعائلة بينه وبين أفراد العائلة يقضي باقي أيامه. شحال بقاله؟ سنه 70 سنة، بقات له 10 سنين، يا سيدي 10 سنين يقضيها مع أولاده ومع أحفاده وانتهى، ممنوع من أي ممارسة لا سياسية ولا عسكرية ولا أي شيء، حتى التجارة ممنوع لأنه يخالط، قال راك مريح إقامة ممنوع تخرج من الأغواط،
عندك الاغواط تروح تشم الهواء تحت مراقبه ممنوع. هذه العقوبه اللي تليق بواحد مثل الاشخم او غيره وغيره عبد الحميد غريس او باقي المتهمين. بصراحه انا هذا رايي، هذا رايي بتحفظ. اذا لما يجي واحد مثل هذا السليم يقول لك انه جماعه التوفيق يتحالفوا مع جماعه القيد صالح، كفايه يتحالفوا جماعه التوفيق اللي وطنيين شرفاء احرار قاوموا واجهوا انقذوا الجمهوريه وحاربوا كل انواع التطرف سواء التطرف المسلح او التطرف الفكري، ناس مجاهدين، ناس مناضلين، يعني ناس اقل ما وطنيين مع ناس خونه، كيف يعني يتحالف جماعه التوفيق مع جماعه وسيم بوعز؟ مستحيل، ما تقدرش. هذا غبي يقول لك تحالفوا هذا وهذا باش يكسروا، وشكون يكسروا؟ يكسروا شمقريحه وتبون، يعني اغبياء ما تركبش. اذا ما قاله خبير في شؤون صباط العمامره هذا السليمي جزء بسيط من التخبط وعدم فهم ما يحدث في الجزائر، التخبط اللي راه عايش فيه النظام المغربي الجبان. النظام المغربي الجبان بأبواقه وأجهزته وتجهيزاته وعملائه وذبابه ما فهموش العقلية تاع الجزائريين، ما فهموهاش. يدوخوا يقول لك بنز دايره، يظل ينتقد في تبون ويقول عليه هودي وما يسواش وكذا ويسب فيه ويسب في القياده وكذا وكذا، ومن بعد ينقلب يولي يدافع عليهم. ما فهموش، فهمونا هذا بن سديره وش قصته. بكل بساطه بن سديره ينتقد وبشده، يجلد وبشده السلطه والنظام في الجزائر عندما يتعلق الامر بالشان الداخلي. زيتنا في دقيقنا، مصارين الكرش ويتعاركوا، الخاوة في الدار ويتعاركوا. عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي يا سليمي يا 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 الجاهل، أنا أنتقد، نشد الصوت وندخل عليهم القيادة السياسية والعسكرية ونضرب ويعطيه كما تقول الشاعرة وردة شارلوفوك. هذا في الشأن الداخلي، زيتنا في دقيقنا. لكن عندما يتعلق الأمر باعتداء خارجي أو مؤامرة خارجية أو أي طرف خارجي يريد الاصطياد في المياه العكرة ويريد ضرب أمن واستقرار بلادي، هنا في الحالة هذه نقول له حبس يا طحان. عندما يتعلق الأمر بأي مؤامرة خارجية يصبح تبون فوق راسي، سيدي وتاج راسي، ويصبح شنقريحة تاجي تاج راسي وسيدي، ويصبح بوعلام بوعلام تاجي تاج راسي وسيدي، ويصبح كل القادة السياسيين والعسكريين زعماء. عندما يتعلق الأمر بأي خطر خارجي، أي خيانة من الخونة والعملاء، القيادة السياسية والعسكرية كلهم زعماء ونظاف وأبطال، ونحارب من أجلهم. لا نقبل لأي خائن أو عميل أو عدو أن يمس شعرة من قيادتنا السياسية أو العسكرية. هذه العقلية لازم يفهموها المراركة. بيناتنا نتقاتلوا، نتقاتلوا حتى بالماس ما دخلكم، نضربه ويضربني ونسمع له ويسمح لي وكذا وكذا بيناتنا. لكن أن أسمح لخائن أو عميل أو وليد حركي من ولاد الحركة هذو اللي الدم تاع الخيانة ماشي في دمهم باش نسمح لهم أنهم يتكلموا في رئيس الجمهورية اللي هو رمز الدولة أو قائد أركان الجيش أو رئيس حكومة أو أي وزير أو أي مسؤول، قول له حبس بالله فمك، توضأ قبل ما تتكلم على هاد المسؤولين يا منتن يا مصنان. أنا نسبهم مسموح لي، لكن أنت لا. أنا ننتقد تبون، ننتقد ننتقد الحكومة والقيادة، نعم من حقي ما تسنيش. هذو مسؤولين تاوعي وهذو خاوتي وأبائي وأبنائي وبيناتنا، ما عندك ما دخلك. ولكن أنت الخائن العميل، أنت العدو، لا أسمح لك أبدا بالتطاول على رموز بلادي أو قيادات بلادي. هذه لازم يفهموها المراركة، لازم يفهموها المراركة. التخبط اللي راه عايش فيه المغرب الآن عنده علاقة بالوضع العام في المملكة، الوضع الاقتصادي الخطير والخطير جدا. بكل صراحة، خلونا نكونوا بكل صراحة ونتكلموا بموضوعية، مش ما نبقاوش يعني نتكلموا بديماغوجية والجزائر قوية والجزائر دولة، لا، نتناظروا بصراحة. الحمد لله.
الجزائر دولة شعبها يعيش مشاكل اجتماعية ومثلها مثل المغرب تقريبا. المغرب طبعا شعب يعيش الفقر والاضطهاد والحقرة وما يعيشه الشعب المغربي تقريبا هو نفس ما يعيشه الشعب الجزائري ولو بتفاوت. نفس الشيء ما يعيشه الشعب التونسي الشقيق بالرغم من أنه أقل أزمة يعني تضرب تونس أكثر. ولكن الشيء المهم اللي لازم نفهموه أنه الجزائر دولة غنية وشعب ضعيف وشعب فقير، هذه دائما نقولها، دولة غنية وشعب فقير. بينما المغرب الخطورة تكمن في أنه دولة فقيرة وشعب فقير. هذه لازم نفهموها المراركة، لانه احنا مره على مره يجوا يعايرونا يقول لك ديروا طابور تاع الحليب، ديروا راشن الحليب، ديروا راشن على اللحم، ديروا راشن على كذا. نعم نعم هذه حقيقه. الشعب الجزائري يعيش في بعض الاحيان فترات من الازمه الاجتماعيه الازمه الاقتصاديه الشعبيه، يعني شعبيا الزيت ناقص، السكر، الصابون، اللحم، الخبز، كذا كذا، يعني مشاكل عاديه تحدث في المجتمع الجزائري، في الشارع الجزائري، مثل ما تحدث في تونس، مثل ما تحدث في المغرب، مثل ما تحدث في ليبيا، مثل ما في الدول بعض الدول العربية. ولكن الدولة الجزائرية، الخزينة الجزائرية دولة غنية، دولة غنية يكفي أنها صفر مديونية. المديونية الخارجية الجزائرية ما عندناش، بالعكس عندنا ملايير مكدسة في بنوك عالمية، في البنك الدولي، في بنوك أمريكية، في بنوك سويسرية. الذهب عندنا مخزون استراتيجي يكفي لعقود وقرون. يعني الوضع الاقتصادي للدولة الجزائرية ممتاز، الوضع الاقتصادي للدولة الجزائرية وضع ممتاز. بينما الشعب نعم يعيش يطيح وينوض، بينما المغرب الشعب مضطهد وفقير وأزمة، والدولة في حد ذاتها فقيرة. الدولة تعيش أزمة اقتصادية ومديونية خارجية.